Thank you.
مشروع التعليم ولا على حتى ال 97 حتى ال 2012 حصلت على عدة ألقاب، بطولة أفريقيا، بطولة مهما القارات، بطولة العالم في منظمة الورد بوكسينج بورد، بطولة العالم في الإي بي أو، بطولة ما بين القارات في الإي بي أف في الميديتراني، يعني حصلت على كل الألقاب. يعني وزيد نقول حاجة، ما لقيتش الدعم هنا في الجزائر، كون لقيت الدعم كنت نروح ديكتر. يعني كاين ملاكمين ولاو أبطال العالم في المصنف يعني العالمي، أنا فزت عليهم. ولكن مع الملاكم اللي يلعب روكي سيز انطونيو تارمان، على بالك ما يعرفوش، كانوا يدخلوا في البوكس راك يديروا انطونيو تارمان، يشوفوا الملاكم هذاك هو اللي يلعب مع روكي سيز في المعنى. وهذه هي السلام عليكم. الله يحييك.